انا ضنيت بان غلطهم اللي قالوا 3 سنين قال الحاج خد الوايدي لما يكونوا داروا لي 30 سنه غنتوما ما شفتوش الزيرو ديال 30 سنين لانه 3 ايام ديال التفتيش كانت تكون فضيحه اما 3 سنين كترجع النكته وانا لربما الاخوان ما نعرف كنخمم غنحاول نقنع المحامين ديالي ونقنع ولادي انهم يقبلوا مني الفكره انني ما نستلمش انا بغيت نعرف واش فعلا عندهم الشجاعه يدخلوني للحبس وانا 3 سنين ديال الحبس ما كتخلعنيش انا عندي مشكله مع واحد السيد سميتو عبد اللطيف الحموشي راه ما كيصلح والو في هذه البلاد هذه كان خصو يمشي بحالو لان المديريه ديالو ما صالحاش ما صالحاش والو تبيات ماشي ما كنبنيوش الدوله بالتبيات كنبنيو الدوله بالمعقول بالايمان وبالخدمه وبالنمو وبالبناء ما كنخدموش الدوله بالتبيات الخاويه حنا ما كنديوش على الامن فوق راسنا الامن فوق راسنا من بعد التعليم من بعد الصحه من بعد العاد من بعد النمو من بعد الترقيه كيجي الامن لا نقاش فيها اما تا بوليسيس بني على تبيات ما عندها حتى شي مكان في المغرب ما بغيناهاش وانا ما بغيتهاش ونبقى كنحاربوا اما عبد اللطيف الحموشي هو اللي صور وهيبه الضابطه وهيبه المحترمه في الفندق ديال الدوليز انا ما عنديش علاش نطيح الكلمه ديال وهيبه ونثق بعبد الطيب الحموشي انا عندي الضابطه وهيبه اصدق من الحموشي اضيف على هذا ان هذاك اللي في كندا زكريا مبني جاب حجاج قاطعه بما فيهم التصريحات ديال وزير الداخليه انذاك كيقول لك بان صوروه اضيف على هذاك ان فؤاد عبد المنبي كيقول لك صوروه ما نبقاوش نخربقوا بزاف انا ما نكذبش ثلاثة ديال المغاربة وغادي نثق في سي عبد الطيب الحموشي انا عند الناس هادو وكنقول لكم راني قلتها في طنجة راه كانوا تهموا الجنرال دليمي بانه شارك في الاختطاف ديال بومباركا شنو دار الجنرال دليمي مشى لفرنسا ومشى عند قاضي التحقيق وسلم راسو وجاب لنا البراءة يمشي للخارج ويجيب لنا البراءة ديالو يجيب البراءة ما يتخبعش وراء الدولة ما يتخبعش وراء الكسوة ما يتخبعش وراء إدارة الأمن أنا حنا وإذا كان البوليسي ورئيس البوليس هو باش يكون في الطليعة باش يكون في الأمن باش يحمي الدولة ماشي يتخبى وراء الدولة يمشي لألمانيا يجيب البراءة ديالو يمشي لفرنسا يجيب البراءة ديالو يمشي لإسبانيا يجيب البراءة ديالو ومن بعد يمشي لأمريكا يجيب البراءة من عند ضابطة وهيبة ها ضابطة وهيبة راه عنده واحد 10000 وثيقة كتسهموا هذيك راه دابا ساكته ولكن ديك السكات اللي لا 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 ماشي كيخلي الناس على خطره هذه نقدر نقول لكم انا لا اخشى سيزيان 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 جمعية حقوق اللي انتظامي مع نجلة شنو تقول في هذا شكون هذه؟ هذا الشطاحية كتقول لا انت جاوبتي خلاص خلينا من الخير ما تزحفوناش هنا كنديو في امور معقولة ديال الدولة ديال البوليس السياسي وكنديو على الامور الشكاية ديال وزير الداخلية علاش غادي يجيو زعما نحشيو لي ديك الفشلة ديال واحد خيتينا باش زعما يلعبوا بالراعي العام ولكن سي زيان ولكن سي زيان سي زيان شكرا انا اللي كيهمني هو الحكم ديال الشعب اللي كيهمني هو الراعي ديال الشارع المغربي انا كنحس بان الشارع المغربي معايا وبان الحكم ديال الشعب والحكم هو الحكم الحقيقي معايا عطيني الحق ومضامن معايا اما الحكم ديال ديك البنايه اللي كاينه في شارع مدغشقر غير يخليوها عندهم بلاتي
واش كتعدي واش كتظن بان واحد كدير واش غادي ندير غادي نعاود عاوتاني من جديد صاري كيجيبني الاخوان موقفي اخوان المغرب عنده المغرب عنده 70 عام ديال الاستقلال و 70 عام ديال الاستقلال دوزنا واحد الدوله اللي كانت عندها 5 صحفيين واليوم عندها صحفيين بالالوف خويا ماشي ربما كان عندكم واحد وجوج ديال المهندسين اليوم الاطباء كل المهندسين راهم في الشوماج حنا الان دوله وبالتالي الدولة خدها تبدل الأسلوب ديالها مع المواطن المغربي تحرامية الخاوية تا بوليسيت وتجسس ما عندنا ما نديرو بها تا بوليسيت الخاوية تا ديات لا صورتية ما عندنا ما نديرو بهم حنا بغينا واحد الأمن اللي كيساعدنا باش نبنيو ماشي واحد العام اللي باغي يحطمنا ويحقر المفكرين والمناضلين والسياسيين والمثقفين والمناضلين والنقابيين يا اللي كنقول لكم اسيدي الله ربما ما نديرش السينا باش تعرفوا واش غادي يقدروا يدخلوني للحبس وغير يدخلني للحبس واش كتظن شوف اخويا انا الله قال لي لا تهانوا ولا تحزنوا إنكم من العليين إن كنتم مؤمنين. كنت تتوقع الحكم ولا؟ لا أنا كنت كنتوقع البراءة بأن غادي يحكم على بعض الناس في يقدموا لي اعتذار العالمي ولكن على كل حال في الحال ماشي أول مفاجأة في حياتي وما كنتوش كون آخر مفاجأة في حياتي. سي محمد الزلبة خسر لك العطلة أنا ما تشوف عطلة خويا أنا مشيت لطنجة نخدم كنفتش على صحة بعض الوثائق اللي كضر الموكلين ديالي فأنا مشيت مشيت بعد ما ساليت واحد النص ديال الخدمة واحد النص ديال الخدمة ديالي لأن النص الأخرى ديال تالي ما بصراحة فهمتي كي كان التعامل ديال الناس كنتغدى كنتغدى في واحد الريستورون وعباد الله أنا بداو كيصفقوا قلت لهم شكرا بارك الله فيكم قالوا لي كيف جاك الحكم قلت لهم شمن حكم قلت لهم كيديو على سليمان الريسوني قالوا لا الحكم ديالك راه تحكمتي بثلاث سنين ديال الحبس قلت لهم والي ثلاث سنين ولا 30 عام سنين راه قليله